على قدر المشقه بتكون الفرحه والسعاده. ومين غيره غير الاهلي يفرحنا. مساء الخير واهلا وسهلا بكم، حلقه جديده والسادسه. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه، وما زالت الفرحه والاحتفالات في كل حته في مصر مستمره. تعودنا يمكن ما بنفرحش كتير، يعني نفرح يوم اتنين ونبص بعد كده اللي بعده، لكن المره دي يمكن في حته زياده شويه. وخليني اكلمكم بمنتهى الصراحه، انا يعني طول عمري اي لقب اي بطوله اي انجاز كان صغير كان كبير بيحصل او بيجيبه النادي الاهلي بيفرحني كواحد من الجمهور. لكن لما قعدت هنا، لما اتشرفت بالتواجد على شاشه الاهلي، ابتديت احس يعني احساس جديد، احساس مختلف. ازاي تكون مسؤول وازاي تكون مصدر لسعاده ملايين؟ الفرحه اللي انا بشوفها في وشوش الناس دي حاجه لا تقدر بثمن. يعني فكره انه يكون في احساس عام، احساس عام تحس انه الناس كلها في كل حته مبسوطه، دي حاجه يعني سيبك من الكوره، سيبك من الرياضه، سيبك من البطوله، ده شيء حقيقي. ان انا اشوف الناس كلها في حاله الفرحه والسعاده دي، ده شيء في حد ذاته مسؤوليه كبيره جدا. وخد بالك انه وده اللي احنا قلنا عليه، ده ما كانش ممكن يحصل ابدا يعني بسهوله من شيء. يعني احنا بنتكلم على قدر كبير جدا من المشقه، وقدر كبير جدا من التعب، وقدر كبير جدا من الارهاق. سيبك من كل عناصر البطوله، في رجاله تعبت واستعدت ووقعت وقامت تاني وقامت احسن من الاول وردت على كل حد بينتقدها. اللي يبص لقصه النادي الاهلي، اللي يبص لكاتب سيناريو وحوار بطوله دوري ابطال افريقيا في نسختها ال 11 للنادي الاهلي، يشوف كتير قوي من الدروس اللي مش بس في الكوره وفي الرياضه، لا في الحياه بشكل عام. ازاي تقع وتقدر تقوم تاني احسن من الاول؟ ازاي تاخد كل الانتقاد او الهجوم او التجريح اللي حصل في حقك وتحطه في خانه الدوافع اللي تجدد بيها الدوافع اللي عندك والحوافز اللي عندك عشان تثبت للناس كلهم انهم في مرحله من المراحل كانوا غلط وانك انت كنت صح. النهارده طبعا بحترم وبشكر كل اصحابي، وانا عندي اصحاب زملكاويه زي كل مصر يعني، اللي هنونا على 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 السوشيال ميديا او بعتوا لي رسائل وقالوا لنا مبروك بنيه صافيه، بنيه صافيه. ناس محترمه، والناس دي تراهن عليهم في انه الزمالك بكره يكون احسن ان شاء الله. واحنا بنهزر وبنحتفل وبنفرح على السوشيال ميديا من كل الكلام. طبعا بوستات انتوا عارفين طبعا، الناس اللي داخله يعني او اللي عايشه على السوشيال ميديا اكيد شافت كتير وسمعت كتير على كل شكل ولون، اللي بيهزر واللي بيضحك واللي بيفرح. لكن في النهايه لفت نظري بوست غريب شويه. بوست بيتكلم عن يعني انا شفتها من وجهه نظري عداله السماء. يعني هو شافها طبعا انه هي حاجه تفرس المنافسين او تضايق المنافسين، لكن انا الحقيقه شفتها من وجهه نظر تانية. شفت انها عداله السماء بجد، وانه ربنا ثق تماما انه هو اسمه العدل، هو اسمه العدل، ما يرضاش بالظلم ابدا. وانه حتى لو في لحظه معينه او في مرحله من مراحل حياتك اتعرضت لظلم او اتعرضت لانه حاجه كانت من حقك اتاخدت منك، فربنا هو الوحيد اللي قادر ان هو يعوضها لك. البوست بيتكلم على فكره انه الاهلي ما كانش بطل دوري او كاس، ورغم كده اتاهل للعب مباراه السوبر وكسب السوبر، وانه الاهلي كان تالت الدوري ومع ذلك اتاهل للمشاركه في افريقيا، بل انه فاز باللقب البطوله، وانه الاهلي ما كانش بطل افريقيا السنه اللي فاتت ورغم كده لعب في كاس العالم وحقق انجاز افضل بكتير جدا من بطل افريقيا اللي اتاهل لنفس البطولة. خد بالك في لحظة من لحظات حياتك بتفتكر انه في حاجة مش كويسة بتحصل لك، لكن دايما ربنا بيبقى شايل لك حاجة دايما افضل. ما دمت بتجتهد، ما دمت بتعمل اللي عليك، ما دمت بتراعي ربنا في كل حاجة او كل تفصيلة من تفاصيل حياتك، ثق تماما ان ربنا في اخر المشوار لازم وحتما هيكرمك. وعشان ما اطولش عليكم في المقدمة، احصائية صغيرة كده، لانه بعد البطولة بيبقى في مرحلة هدوء بتخليك تبص للامور بشكل مختلف. وانت في يعني في 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 قمه المنافسه، وانت في قمه المراحل الصعبه من البطوله، يمكن بيبقى تركيزك كله منصب على فكره انه ازاي تعدي المرحله دي،
ما بتفكرش في حاجات تانية، لكن بعد ما بتحقق البطوله او بعد ما بتحقق الهدف ايا كان الهدف، مش بس يعني مش بس كوره ومش بس رياضه، بعد ما بتحقق الهدف لازم تقف مع نفسك واقفه وتشوف اللي اتعمل. وخد بالك عشان في كلام كتير على فكره محاوله التقليل من انجاز النادي الاهلي، وده ممكن يبقى مفهوم من وجهه نظر المنافسين، يعني طبعا يعني في احساس كبير جدا بالعجز، او في احساس كبير جدا بعدم القدره على، هقولها كده بشكل شيك، عدم القدره على الوصول لنفس المستوى من النجاح، فطبيعي يبقى في محاولات للتقليل من الانجاز. لكن ابدا ابدا اوعى تفتكر انه موسم كان بالسهل، او انه الاهلي، او يتم تصوير الامر يعني على انه الاهلي تم تذليل كل العقبات ليه وتم تقديم الدعم الكامل ليه عشان يعمل ده. لا، الاهلي ما عملش ده في ظروف سهله او في ظروف يسيره زي ما بيقولوا. اللي عملناه والمشوار السنه دي واحد من اصعب مشاوير النادي الاهلي في دوري الابطال، وبالورقه والقلم. ولو عايزني اكلمك على الارقام فتعالى عد معايا الاهلي عمل ايه السنه دي. خد بالك انه البطوله دي حصلت في توقيت، في ظرف زمني مدته 9 شهور، من اول ما تولى مستر مارسيل كولر المشوار، توليه مسؤوليه الجهاز الفني في النادي الاهلي، بنتكلم على فتره زمنيه 9 شهور. الفتره دي في ال9 شهور دول، السنه التي لم تكتمل دي، الاهلي سافر في المنطقه دي، في الزون دي، في الريجن ده، من المحيط للخليج، ومن اقصى الشمال في قاره افريقيا لاقصى الجنوب. البدايه كانت في تونس اتحاد منستيري، بعد كده دور مجموعات لعبت فيه بره في السودان، ولعبت فيه مره في الكاميرون، ولعبت فيه مره في بريتوريا في جنوب افريقيا، ثم مع الرجاء في المغرب، ثم مع تونس في او مع الترجي في تونس، ثم مع الوداد في المغرب. غير رحله النادي الاهلي اللي استمرت يمكن لحوالي 10 ايام في بطوله كاس العالم، وخاض خلالها 4 من اقوى ان لم تكن اقوى لقاءات الموسم على الاطلاق، بما فيهم لقاء الوداد كمان. انا بشوف انه مواجهات الاهلي في بطوله كاس العالم مع فلامينجو ومع سياتل ساوندرز ومع ريال مدريد فنيا من ناحيه الصعوبه يعني تفوق يعني بشكل كامل ماتشات بطوله دوري الابطال، اسسني ان ده مثلا ماتش الوداد الاخير في بطوله افريقيا. ده غير رحلتين للخليج العربي في الامارات لعبنا فيهم مباراتين سوبر، مره مع الزمالك ومره مع بيراميدز. فبالتالي انت بتتكلم على مشقه السفر في حد ذاتها، وبتتكلم على مشقه مواجهه ابطال، وبتتكلم على عدد مباريات يفوق اقرب منافس ليك في البطولات المحليه تقريبا بحوالي 5 أو 6 مباريات. فاعتقد انه الانجاز ده حصل حقيقه نتيجه مشوار كبير وطويل وصعب جدا جدا جدا. من هنا بتيجي عظمه الانجاز، وعلى قد عظمه الانجاز بتكون فرحه الاهلاويه. مبروك، افرحوا بفريقكم، وما زالت ان شاء الله الافراح هتتواصل، والموسم لم ينتهي بعد، وقدامنا اهداف كتير جدا علينا ان احنا نحققها. فاصل ونرجع لحضراتكم. الاستثمار الجيد يصنع ارباح بالتاكيد جيده، واللي حصل في الدوري الانجليزي النقله النوعيه، الارقام اللي حضراتكم شفتوها دي نتيجه عوائد بس السبونسر شيب او الرعايه للتيشيرت بتاعه الفرق الدوري الانجليزي. وعلى فكره مش كلهم ابطال، يعني نادي زي الارسنال او نادي زي مانشستر يونايتد كانوا في يوم من الايام طبعا انديه كبيره جدا في انجلترا وفي اوروبا كمان، لكن النهارده ما تقدرش تقول انه نفس القدر من الانجاز، ومع ذلك تتكلم على ارقام فلكيه. طبعا مستوى او حجم الاستثمارات هناك، حجم الرعايه، حجم العوائد الخاصه بالبث التلفزيوني، جوائز بطولات اوروبا، انت بتتكلم طبعا على ارقام فلكيه. عشان كده من الطبيعي جدا انه يبقى فيه رغبه كبيره جدا من كل المستثمرين. هم النهارده بنسمع عن صفقات انديه بالمليارات، وبالتالي عندك نادي زي نيوكاسل، نادي زي مان يونايتد، نادي زي تشيلسي، نادي زي المان سيتي، يعني كل الانديه دي دخل فيها استثمارات بالمليارات، والاستثمارات دي غالبا بيبقى فيها يعني تبقى تجارب ناجحه، على عكس مثلا حتى بعض الدوريات الثانيه. لكن في النهايه اللي عايز اقوله، حتى لما نيجي نقيس على هنا في مصر، الاهلي طبعا يمكن يعني طبعا انت بتتكلم على جايزه مثلا اهم بطوله في افريقيا النهارده، الحمد لله الحمد لله طبعا الحمد لله نعمه من عند ربنا انها وصلت ل 4 مليون دولار، لكن قبل كده كانت 2.5 اعتقد، السنه اللي فاتت كانت 2.5 مليون للفايز بلقب دوري ابطال، السنه دي بقت 4 مليون، فالارقام لا تقارن. ومع ذلك، ودي نقطه مهمه جدا، قدرة النادي الأهلي على المنافسة على المستوى العالمي النهاردة بقت كويسة جدا، يعني أنت بتتكلم عن فوارق كبيرة جدا من ناحية الإمكانيات المادية، وأنتوا عارفين ومتأكدين قد إيه المادة بقت مهمة النهاردة. عيني النهاردة على بطولة كأس العالم اللي جاية، بسمع عن اتحاد جدة، تعاقدات اتحاد جدة، كريم بنزيما، نجولو كانتي،
مش عارف، والقائمه لسه يمكن ما انتهتش، يعني هم بيفكروا يدعموا فرقتهم بشكل. الدوري السعودي كله رايح في حته تانيه خالص، من قبلهم رونالدو، الكلام عن ويلفريد زاها، الكلام على سيرجيو بيسكيتس، الكلام على لوكا مودريتش، عرض ب 80 مليون يورو اترفض. لكن في النهايه النهارده الماده والجوائز المرتبطه بالمسابقات، نتمنى طبعا السوبر ليج تعمل نقله في المسابقات الافريقيه، ولكن طبعا مش هتكون مهما كانت، هي طبعا افضل من الوضع الحالي، لكن طبعا مش هتوصل ابدا لاوروبا او حتى للامكانيات الماديه في اسيا. ورغم ده، رغم كل، ودي واحده من الصعوبات اللي دايما بتبقى قدام اداره النادي الاهلي، انت عايز تدعم وعايز توصل لانك انت تنافس على بطوله كجمهور، يعني عايز افضل سكواد، عايز احسن صفقات عشان تروح تنافس بيها في بطوله زي بطوله كاس العالم او حتى بطوله زي بطوله السوبر ليج. في مع انديه زي مان سيتي وانديه زي اتحاد جده النهارده، الانديه السعوديه بتبص لها بشكل مختلف تماما. لكن قدره النادي الاهلي ينافس على القاب زي دي مش بس مرتبطه بالماده، واظن ان احنا الجيل ده واللي قبله الحقيقه قدم امثله على قدرته على منافسه الانديه الكبيره في العالم كله، بس من خلال الروح والشعار، شعار النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي اللي دايما تراهن عليها. ده ما يمنعش ان احنا باصين للميركاتو، جمهور النادي الاهلي ينظر للميركاتو القادم يعني بشكل في حاله تاهب. النهارده الناس كلها بتسال، لسه يمكن بنفرح بالبطوله وبنفرح بلقب جديد في دوري ابطال افريقيا، الناس بتسال على هنجهز ازاي لبطوله كاس العالم، وهنجهز ازاي للسوبر ليج، ومين الاسماء اللي مطروحه، والاهلي هيجيب مين في الهجوم، والاهلي هيجيب مين في الدفاع، ومش يعني، واسماء، وناس بتقترح اسماء، وناس يعني افرحوا الاول، وان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل، وخصوصا ان احنا عندنا مرحله مهمه جدا، لسه الموسم ما انتهاش، لسه الموسم طويل، عندنا ماتشات في الدوري، عندنا ماتشات في كاس مصر، عندنا سوبر ليج او سوبر كاب افريقيا او كاس السوبر الافريقي. فان شاء الله باذن الله عينينا ما زالت معلقه على السباعي. الاهلي او الجهاز الفني النادي الاهلي حدد بالفعل برنامج الاستعداد الخاص باللقاءات المتبقيه للفريق في الدوري بعد عوده مستر كولر. مفترض ان شاء الله ان هو يرجع، الفريق كله والجهاز الفني كله هيرجع مره ثانيه ان شاء الله يحضر للدوري بدايه من يوم الاحد اللي جاي. مصر النهارده عندها مباراه مهمه جدا امام غينيا 9 بتوقيتنا في القاهره، المباراه اللي بتستضيفها المغرب على ملعب مراكش اعتقد، وتمنياتنا طبعا بالتوفيق لمنتخبنا في مشواره في تصفيات امم افريقيا. فوزنا النهارده يقربنا بشكل كبير، لانه هيتبقى لنا، هيبقى عندنا فاضل لنا ماتش واحد مع اثيوبيا هنا، هيتلعب على ارضنا في القاهره. اثيوبيا طبعا لو تفتكروا كانت كسبتنا على ارضها في واحده من المفاجات اللي من العار الثقيل، لكن في النهايه مصر وغينيا في صداره المجموعه بالتساوي قبل مباراه النهارده، في رصيد كل فريق 9 نقاط. فوزنا النهارده يقربنا، التعادل يأجل الحسم للجولة الأخيرة، خسارتنا أعتقد هتبعدنا عن صدارة المجموعة، لكن بإذن الله برضو هتضمن لنا فرصتنا في التأهل لأمم إفريقيا. طبعا يعني كان في اقتراح او طرح يعني اتحط، فكره انه بما انه الاهلي قريب قوي من حسم لقب بطوله الدوري، ايه المانع انه يتم اراحه اللعيبه اللي بذلت مجهود كبير جدا على مدار الموسم الحالي، وعشان برضو نغمت انه الاهلي اتاجل له ماتشات، وانه الاهلي يعني ده حاجه ما بتحصلش، وانه حتى الوداد ما تاجلوش ماتشات وهو بيلعب في نهائي دوري الابطال، قصه الاهلي غير، والاهلي لا يجوز مقارنته، مش تعاليا يعني، مش تعاليا على بقيه الانديه، لكن مشوار الاهلي لا يجوز مقارنته. من يعني عيب انك تضحك على جماهير نادي بشكل معين وتقول له اصل الاهلي اتاجل له ماتشات عشان كده هو بيلعب مرتاح، وعشان كده هو متفرغ لبطوله دوري ابطال افريقيا. بالورقه والقلم برضو خليني اقول لك انه الاهلي لعب اكتر من اي فريق هنا في مصر حوالي 10 ماتشات. اتاجل له 5 مباريات في الدوري ما لعبهمش، يبقى الاهلي لعب ازيد من اي فريق بيلعب كره في مصر، اي فريق، دوري درجه ممتاز، دوري درجه اولى، دوري درجه ثانيه، دوري اي دوري، اي بطوله رمضانيه، اي فريق كوره في اركان المحروسه الاهلي لعب ازيد منه. اكتر فريق لعب ماتشات يعني في مصر هنا الاهلي لعب اكتر منه 5 ماتشات. وتعالى نقول بالورقه والقلم انه ما فيش فريق وصل لنهائي بطوله دوري الابطال غير الاهلي، يعني الزمالك اقرب فريق ليه خرج من دوري المجموعات، وده معناه انه الاهلي لعب في بطوله افريقيا بس 6 مباريات زياده عن فريق الزمالك، لو اعتبرنا انه الزمالك هو اقرب نادي من حيث عدد المباريات للنادي الاهلي. فالاهلي لعب في دوري ابطال افريقيا مع الرجاء رايح جاي، مع الترجي رايح جاي، مع الوداد رايح جاي، 6 مباريات في دوري الابطال زياده عن نادي الزمالك. ولعب مباراتين زياده عن نادي الزمالك في البطولات المحليه، لعب نهائي كاس مصر،
كان الزمالك خرج من الدور قبل النهائي على ايد بيراميدز. بيراميدز وصل للنهائي، فالاهلي لعب مباراه النهائي زياده عن نادي الزمالك، فادي سابع مباراه، ولعب كاس سوبر تاني امام بيراميدز برضه وفاز بالبطوله، ودي تامن مباراه لعبها زياده عن نادي الزمالك. ولعب اربع مباريات في بطوله كاس العالم للانديه، رحلتنا للمغرب مع اوكلاند سيتي، مع سياتل ساوندرز، مع ريال مدريد، ثم مع فلامينجو. يعني اربع مباريات زياده عن نادي الزمالك في كاس العالم، يبقى بتتكلم في 12 مباراه. ده اقرب نادي لعدد ماتشات الاهلي او لعدد مباريات الاهلي في مصر، وبالتالي لما يتاجل له خمس ماتشات ده معناه انه لعب سبع ماتشات من العيار الثقيل اكتر من نادي الزمالك، فالاهلي لم يلقى دعم، والاهلي ما بيتدلعش، والاهلي ما بيتدللش. على كل الاحوال خلينا نقول انه كان في طرح بقى انه بما انه الدوري خلاص وانه الفرق بيننا وبين اقرب منافسينا فيوتشر بيراميدز فيوتشر في كراسي موسيقيه، يعني اعتقد انه بيراميدز دلوقتي بقى كبير قوي، وفوز الاهلي في خمس مباريات يضمن له حسم اللقب. فكان في فكره طرحت او راي طرح انه نريح لاعبتنا عشان نحضر بقى للموسم اللي جاي، لكن مستر كولر رفض ده بشكل قاطع، وكان تفكيره انه لا، لما يتحسم الدوري رسميا يعني لما نكسب ويبقى فارق النقاط لا يسمح لاي فريق تاني بتعويضه، ساعتها نتكلم على فكره راحه الفريق. ولو ان احنا طبعا انت بتتكلم على ماتش السوبر اعتقد في اوائل 13 اغسطس، امبارح زمايلي في السادسه اكدوا لي انه الماتش هيتلعب يوم 12 او 13 اغسطس في جده، جده هي اللي هتستضيف كاس السوبر، فبالتالي ان شاء الله برضو هتبقى محتاج انك انت تحضر للبطوله دي، فكره انك تريح، فكره الجاهزيه، فكره الموسم اللي جاي، يعني كلها حسابات هيحسمها مستر كولر. لكن قصة الدوري لن تحسم أو لن ينتهي مشوار الأهلي في الدوري إلا بعد حسم اللقب، وساعتها ممكن نفكر في فكرة إراحة اللاعبين الكبار أو اللاعبين اللي بذلوا مجهود كبير جدا على مدار الموسم. طيب عشان نكمل حلقتنا، عندي جزء من الأخبار مرتبط بالميركاتو، عندي جزء من الأخبار مرتبط بالنهاردة الأربعاء، طبعا عارفين الكرة العالمية، بس يعني أنا هأجل طبعا فرحتي بالسيتي كبيرة، بس فرحتي طبعا بالأهلي أكبر بكتير. أسبوع السعادة بالنسبة لي طبعا السيتي في يوم وتاني يوم الأهلي على طول، لكن في النهاية طبعا عندنا كلام كتير عن الأهلي وخصوصا في اللي جاي. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا. مرة تانية برحب بيكم، وخلوني انا عندي النهارده كلام كتير على الكاس ده، يعني بس يمكن عشان الحلقه عندنا حاجات كتير وعندنا ضيوف كتير من بره مصر ومن جوه مصر، فهاجل شويه. خليني اروح الاول لواحد من المدربين اللي حافظين الاهلي كويس جدا جدا، ويمكن سواء في مواجهته في النسخه الاخيره من قبل الاخيره بقى، بما ان النسخه دي خلصت، النسخه قبل الاخيره من دوري الابطال في قياده وفاق سطيف في مواجهه الاهلي في دوري الابطال كان حاضر، وايضا في بدايه افتتاحيه الموسم ده مع الاتحاد المنستيري كان ايضا حاضر المدير الفني الصربي داركونوفيتش، المدير الفني السابق طبعا لوفاق سطيف الجزائري واتحاد منستيري التونسي، هو ضيفنا في السادسه تعليقا طبعا على مشوار الاهلي في دوري الابطال، بما انه كان حاضر في افتتاحيه المشوار وتابع مشوار الاهلي في البطوله. عن مشوار الاهلي هنتكلم، خلينا نرحب بداركونوفيتش ضيفنا في السادسه. مساء الخير واهلا وسهلا بك، شكرا على وقتك وعلى مشاركتك معنا. شكرا جزيلا على استضافتي، انا سعيد جدا ان اتواجد معكم. للاسف لم استطع ان اوفق مع امام الاهلي في العامين الماضيين، ولكن نحن نتحدث عن اكبر ناد في افريقيا، وكان من بالغ سروري ان العب امام الاهلي كمدير فني بالطبع للفريقين. خليني اخذ رايك في نهايه المشوار اولا قبل ما اتكلم عن مشوار الاهلي في البطوله، ازاي شفت المواجهه بين الاهلي والوداد في مباراتي النهائي، وازاي قريت المواجهه بين مستر مارسيل كولر وسفين فاندنبروك طبعا المدير الفني للوداد في المباراتين؟ اوكي كان يسارك حسنا. First, before I answer to this question, I can say قبل أن أجيب عن هذا السؤال يمكن أن أقول أن قبل هذا العام بالطبع كان أداء رائعا للأهلي طوال الموسم، ولكن الآن بالنسبة لهذه المباراة في النهائي، وأتذكر أن مباراة الهلال في السودان حسمت أمورا كثيرة بالنسبة للأهلي.
this match give to opportunity to Ahly to be واعتقد ان هذه المباراه ضد سان داونز اعطت الاهلي فرصه ان يعود في المباراه وكان هذا امرا ايجابيا للنادي الاهلي وكان هذا مفتاح الفوز باللقب ولكن للمباراة النهائية والحديث عنها أستطيع أن أقول أن الأهلي استحق أن يفوز بهذه المباراة خصوصا في المباراة الأولى النصف الأول من النهائي في القاهرة كان أداء رائعا على المستوى الجماعي وأضاع الكثير من الفرص وفي النهاية أدى أداء رائعا وكان فريقا كبيرا ضد الوداد And for me, وبالنسبة لي أستطيع أن أقول أن أول مباراة كانت المفتاح الرئيسي للفوز بالبطولة والأهلي أضاع فرصا عديدة لمدة 40 دقيقة متتالية فأعتقد أن أقول أن هذه كانت مباراة صعبة ولكن بعد ذلك بالطبع كانت المباراة الثانية بالنسبة لي فريق كالأهلي لا يستطيع لا يمكن أن يستقبل أهداف كثيرة في مباراة نهائية كما رأينا من قبل أمام فرق كبيرة الأهلي أدى أداء كبيرا أمام الوداد بالطبع الكوتش مارسيل كولر أدى أداء مذهلا مع الفريق هذا العام وخصوصا في الأشهر الأخيرة استطاع أن يتدارك الكثير من الأمور استطاع أن يستحضر 11 لاعبا أساسيا على أعلى مستوى من حارس المرمى ومنتصف حتى خط الهجوم أعتقد أن الفريق كان في حالة جيدة للفوز بالمباراة مستر نوفيتش الأهلي. تسمح لي يعني أسألك أنت واجهت الأهلي مرتين في أدوار إقصائية يعني سواء مواجهة نسخة دوري الأبطال لما كنت بتقود فيها فريق وفاق صيف أو حتى لما كنت بتواجهه في النسخة الحالية في بداية المشوار أمام الاتحاد السيري وخصوصا طبعا حضرتك طبعا خلفية أوروبية والكرة عندكم في أوروبا يمكن إلى حد كبير تكون مختلف عننا في أفريقيا لكن إزاي بيفكر أي مدير فني أجنبي في التعامل مع مواجهة النادي الأهلي يعني هل بيفكر في المقام الأول في الحد من خطورته هل بيفكر في أنه يحاول فعليا يفرض أسلوبه على النادي الأهلي هل بيفكر في أنه يخرج بأقل الخسائر الممكنة من خلال تجربتك سواء مع وفاق الصيف أو مع اتحاد من السيري إزاي كنت بتبص لفرقة النادي الأهلي وإزاي كنت بتفكر في التعامل معها نعم أنا خضت مناسبتين ضد الأهلي مع فريقين مختلفين وكان هذان الناديان من أفضل الفرق في بلدهما وكمدير فني أستطيع أن أقول أن أول مباراة لي ضد الأهلي ارتكبت أخطاء كثيرة كمدير فني لأني لم أستعد للمباراة بالشكل الأمثل أمام الأهلي في القاهرة وتغيير اللعب الذي امتاز به الأهلي وتغيير طريقة الخطط وخصوصا أن الأهلي لديه الآن أسماء كان لديها أسماء كبيرة وأسماء تشارك مع المنتخب المصري نعم لم أستعد جيدا للمباراة وهذا لم يكن جيدا بالنسبة لنا أعتقد أن الأهلي بالأهلي بعد ذلك عبر للنهائي بعد أن فاز على وفاق الصيف وأيضا ضد المونستير استعددت جيدا كان الأمر مختلفا نعم لم ألعب ضد الأهلي مباريات عديدة ولكن حاولت أن أصنع مباراة أن أقدم مباراة صعبة ومتكاملة أمام الأهلي وأن أخرج بالمباراة بدون استقبال أي أهداف ولكن كان هذا صعبا كما تعرف الأهلي لديه العديد من اللاعبين من ذوي الخبرة لديهم العديد من المباريات الدولية والعديد من الخبرات فيوجد الكثير من الاختلافات بين الفريقين وأيضا على مستوى الدعم ومستوى الجماهيري أنا حاولت أن أستغل أفضل الفرص ضد الأهلي ولكن في النهاية الأمر يعتمد على الخبرات وعلى سبيل المثال حاولنا أن نكون خصما قويا أمام الأهلي في المباراة الأولى
وقد قمنا بذلك، ولكن كمدير فني أوروبي أستطيع أن أقول أن يوجد اختلافات كثيرة، ولكن الأهلي فريق كبير لديه الكثير من الالتزام. لا تستطيع أن تقول أنك تستطيع أن تنافس الأهلي مرتين في عامين متتاليين، ولكن كان أمرا صعبا على كل الفرق العربية إلا الأهلي في هذه البطولة. خليني أسألك بحكم خبرتك وتجربتك في الكرة الجزائرية، يعني طبعا احنا السنة دي الأندية الجزائرية بتعود لمنصات التتويج مرة تانية، اتحاد العاصمة الجزائري اللي بنبارك له طبعا على فوزه بكأس أو بطولة الكونفدرالية هيقابل الأهلي في بطولة السوبر، ازاي بتشوف المواجهة دي وايه تقييمك لفريق اتحاد العاصمة الجزائري؟ Of course, that I think بالطبع استطيع ان اقول نبارك لاتحاد العاصمه على الفوز بكاس الكونفدراليه، ولكن يوجد اختلاف كبير بين الكاسين، بين دوري الابطال وبين كاس الاتحاد. استطيع ان اقول ان هذه المباراه انا اعرف ان اعرف اتحاد العاصمه منذ العام قبل الماضي، وقد خاضوا العديد من المباريات الصعبه هذا العام، ولكن وخصوصا في مرحلة المجموعات ضد الفرق الإفريقية. ولكن إذا قارنت سأقارن بخبرات اللاعبين وبين قوة الفريقين، أستطيع أن أقول أن كفة الأهلي ستفوز. الأمر ليس سهلا على الأهلي بالطبع، ولكن فرص الأهلي ستكون أكبر بالطبع. بمناسبة برضو التجربة الجزائرية، أنت كنت بتدرب واحد من نجوم الأهلي حاليا أحمد قندوسي، يهمني أعرف طبعا هو يمكن الموسم الأول ليه يعني ما خدش فرصة كاملة فيه، أنا عارف طبعا أنه واحد من أفضل اللاعبين الجزائريين في الفترة الأخيرة، لسه يمكن الانسجام أو الاندماج مع الأهلي ما ظهرش بشكل كامل، لكن حتى في الفترات البسيطة اللي ظهر فيها يعني كان محل ترحيب على الأقل على المستوى الجماهيري. رأيك في أحمد قندوسي وإيه النصيحة اللي ممكن توجهها له عشان يكون مشواره مع الأهلي أو تجربته مع الأهلي تجربة ناجحة، وتقييمك ليه طبعا والأهم إمكانياته كلاعب وسط ملعب؟ اوكي اي ثينك حسنا، اعتقد ان قبل ان ياتي للاهلي استطعت ان اقول انه سيؤدي افضل ما لديه مع الاهلي، واستطعت ان اقول انه سيفعل ذلك خلال اول اسابيع او اول اشهر مع النادي، ولكنه لاعب شاب لديه العديد من المهارات ولديه قدرات كبيرة كلاعب خط وسط. أستطيع أن أقول أنه يجب علي أن أتحلى بالصبر، وأستطيع أن أقول لجماهير الأهلي عليكم أن تصبروا على أحمد قندوسي، لأنه لم أرى لاعبين مثل أحمد قندوسي كثيرين في أفريقيا. أحمد قندوسي لاعب يستطيع أن يفعل أشياء ممتعة بكرة القدم. أستطيع أقول أن في آخر 16 متر في الملعب تستطيع أن ترى مهارات إعجازية من أحمد قندوسي. هو لاعب مذهل، ولكن في نفس الوقت يجب عليه أن يعالج بعض النقاط التي ستجعل منه لاعبا رائعا. يجب عليه أن يكون أكثر حدة وجدية في المباريات، يجب أن يلعب مع الكرة جماعية أكثر كما عودنا من قبل، ويجب عليه أن يستغل كل الحلول وكل الفرص التي تتاح له من قبل المدرب أو اللاعبين. بالطبع هو لاعب قابل للتطور مع النادي الأهلي. يهمني اسمع رايك على مستوى، اكيد طبعا بتتابع يمكن مش كل المسابقه، لكن تقييمك او حتى ممكن نقول انطباعك عن الدوري المصري مقارنه بدوريات شمال افريقيا في مقارنته مع الدوري المغربي، الدوري التونسي، الدوري الجزائري، ازاي بتشوف الدوري المصري؟ عند التحدث عن الدوري المصري مقارنة بالدوريات التي ذكرت، أستطيع أن أقول هو أقوى دوري، كما نتحدث عن المقارنة بين الدوري السعودي مثلا والدوريات العربية الأخرى، فالدوري المصري هو أقوى بالفعل، هو يقود هذه الدوريات. بالنسبة لي هو الدوري الأهم في إفريقيا بالطبع.
this league is above Libya, Tunisia and Algeria leagues. هذا الدوري يتفوق على الدوري الجزائري والدوري التونسي خصوصا، أو هذا الأمر يرجع لأسماء اللاعبين المصريين والكفاءات التي يتحلى بها الدوري المصري. وقد أخرجتم لاعبين كبار مثل أبو تريكة والجمعة، أحمد حسام ميدو، عمرو زكي، حسني عبد ربه، العديد من اللاعبين الكبار الذين أفادوا المنتخب المصري. هو دوري رائع. أنا كنت دوما أتمنى أن أكون مدربا في هذا الدوري المصري، وأنا أرى طبيعة الكرة المصرية عن قرب. أهلا وسهلا بك في مصر في أي وقت. السؤال الأخير مرتبط بالدوري السعودي. أنا عارف أنك أنت يمكن اشتغلت فترة في سكاوتنج في نادي اتحاد جدة، اللي أعلن يمكن من أيام عن يعني صفقتين من العار الثقيل، كريم بنزيما، نجولو كانتي، نجوم المنتخب الفرنسي ونجوم الريال وتشيلسي السابقين. خليني أسألك، هل بتشوف إنه الصفقات اللي من النوع ده، صفقة كريستيانو ورونالدو قبل كده، الأسماء اللي مطروحة على الساحة دلوقتي مع أندية جزائرية، مع أندية سعودية تانية، هل بتشوف إنه الصفقات دي ممكن يكون ليها مردود فني بجد وتمثل إضافة، وخصوصا إن احنا عارفين إنه أغلب الأسماء دي تعتبر يعني إلى حد كبير في نهاية مشوارها، ولا بس هي بغرض تلميع الدوري السعودي وتسليط الأضواء عليه وبالتالي يبقى فيه قيمة تسويقية أكبر للمسابقة السعودية؟ حسنا، كما تعرف هي أسباب تسويقية أكثر منها فنية. نعم، الأمر يعتمد على شخصية هذين اللاعبين خصوصا رونالدو وبنزيما، ولكن آسف لا أستطيع أن أقول أني من كبار مشجعي رونالدو، ولكن هو أتى للفريق الآن ولم يحرز أي لقب، ولكن لاعبين مثل، أتذكر حينما كنت كشافا لنادي اتحاد جد، كان هناك العديد من اللاعبين الجيدين واللاعبين المصريين كحسني عبد ربه، فأستطيع أن أقول قد أفادوا الفريق بشكل عملي أكثر منه دعاية للفريق. وكان الأمر مفيدا للنادي وليس فقط للدعاية. مستر داركو نوفيتش، المدير الفني السابق لوفاق الصيف واتحاد المونستيري التونسي، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك، ومرة تانية بكرر الدعوة، أهلا وسهلا بيك في مصر في أي وقت من الأوقات. نتكلم، هنحتفل، في ناس جاية النهاردة طبعا تحتفل معايا، هي طالعة مع أكتر منها ضيوف هم أصحاب بيت الحقيقة، طبعا بلال محسن وأحمد مصطفى هيكونوا ضيوفي في السادسة، ولكن بعد الفاصل. طبعا يعني دايما مع الاهلي الحكايه والقصه غير، وانا بشوف الاغنيه واتفرج عليها زيكم يعني مع حضراتكم دلوقتي على الهوا، افتكرت نسر الجزيره، يعني اللي اختار شعار النسر من الاول الاهلي يا جماعه في اعالي السماء، الاهلي دايما مع نجومه ومع اساطيره ومع بطولاته يحلق عاليا. وخليني اقول نقطة أو رسالة، هي رسالة الحقيقة أكتر منها يعني وجهة رسالة للاعيبة الأهلي، سواء اللي بيلعبوا دلوقتي أو اللي هيلعبوا بعد كده اللي جاية، يعني مفيش لاعب كان نجم وكان ليه حضور وكان ليه تأثير وكان صاحب دور مهم جدا في فوز النادي الأهلي بالبطولة السنة دي ما تعرضش لحملات انتقاد شديدة جدا، وصلات التقطيع اللي كانت حاصلة في الاستوديوهات التحليلية أو على منصات السوشيال ميديا، وحدث ولا حرج، يعني الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، محمد هاني، علي معلول، محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، محمد مجدي قفشه، عمرو السوليه، حمدي فتحي، اليو ديانج، كل دول في فتره من فترات الموسم تعرضوا لهجوم شديد جدا، وفي اوقات كتيره جدا مع شخصيه وتركيبه وعقليه معينه كان ممكن الهجوم ده او النقد ده يهد ما يقومش تاني. لكن تعال نبص على شخصية النادي الأهلي وعقلية لعيبة النادي الأهلي وإزاي لعيبة النادي الأهلي قدروا يردوا، واللي بيعجبني في الأهلي دايما إن الرد بيكون بالفعل مش بالكلام، الرد دايما بيكون في الملعب، كلهم كانوا نجوم وكلهم كانوا أصحاب أدوار مهمة جدا ومميزة جدا في التتويج عشان الكاس ده يشرفنا في الاستوديو هنا في مدينة الإنتاج الإعلامي مع ضيوفنا اللي مشرفينا بلال محسن وأحمد مصطفى. مساء الخير، مبروك، اللحظة التي انتظرناها كثيرا، اللحظة اللي انتوا كمان بذلتوا فيها مجهود كبير جدا في تحليل كل ماتشات الاهلي، في تقييم منافسيه، في رؤيتكم لماتشات الاهلي الخارجية واللي على ارضنا هنا،
فانتوا كمان بذلتوا مجهود فتستحقوا بالتاكيد كريدت انكم بس هتدفعوا فلوس برضه عشان تتصوروا معانا. اهلا بلال، اهلا احمد، منورين. اهلا طبعا بحضرتك احمد طبعا. الله يبارك في حضرتك، اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. ويمكن انا هاخد من كلامك عن الانتقادات وحجم الضغوطات اللي تعرض ليها النادي الاهلي في مشواره والصعوبات، كم الصعوبات الفنيه والداخل وخارج الملعب، وفي النهايه توجنا ببطوله. يعني من قول الشاعر ايه، وتشاء انت من البشائر قطره ويشاء ربك ان يغيثك بالمطر، وتشاء انت من الاماني نجمه ويشاء ربك ان يناولك القمر. فالقمر حاضر معانا في الاستوديو بعد موسم ومسيره. انا قلت لك خلي بالك اتاخر بعيد عن الكاس عشان انت واخد الاضواء منه. لا الحمد لله بطوله غاليه جدا طبعا. جدا كده طبعا. واحده من البطولات اللي هتبقى في الذاكره للابد يعني. صحيح. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بيك يا احمد. مبروك طبعا. الله يبارك فيك طبعا، مبروك لنا كلنا، واهلا يعني بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا الفرحه يعني احنا جايين كلنا بنضحك، يعني الفرحه دي لوحدها احنا حاسينها، وطبعا الاجواء والاغنيه الجميله طبعا اللي كان اول ما دخلنا، فكل الاجواء دي بصراحه مخلينا من يوم المكسب واحنا يعني بجد مبسوطين جدا. النادي الاهلي هو سبب اسعاد جماهير مصر كلها، ودايما بيبقى سبب في ان هو يخلي الواحد المزاج بتاعه دايما مبسوط كده وبيعدل المزاج. يوم تاني يوم الماتش على طول في مقدمه الحلقه قلت انه احساس اللحظه اللي بتحس فيها باعلان فوز النادي الاهلي بيبقى فيه احساس غريب جدا ما بتحسوش في اي حاجه تانية. يعني هو في فرحه بالتاكيد، وانت بتفرح كتير، بتفرح مع اهلك وناسك واصحابك في مناسبات كتير جدا، لكن في احساس بالادرينالين، في احساس انه جسمك مقشعر، في احساس مختلف عن اي حاجه تانية ما بتحسوش غير مع النادي الاهلي. لا البطوله دي كمان الاحاسيس فيها كانت كتير، يعني من اول دور المجموعات وانت قاب قوسين او ادنى من توديع البطوله بيرجع لك الامل مره تانية بايدك وبشغلك وباجتهادك بتفوز وبتتمسك باملك وبحظوظك للحظه الاخيره، ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك وبتصعد. بعد كده سيناريو بقى المباراتي الاياب سيناريو خيالي، انت بتحرز هدفين في القاهره، فرحه عارمه، الاستاد كله، الناس بدات تحتفل مبكرا باللقب وان احنا هنروح هناك المباراه تحصيل حاصل ونحافظ على النتيجه، فبيحرز الوداد هدف قاتل في وقت صعب جدا، بيهمد الناس شويه، بيخلي القلق والخوف يتسرب لدى البعض، فبتروح هناك كمان بيحصل السيناريو الأسوأ ان يتلقى مرماك هدف، ده أسوأ سيناريو. أيوة. هدف مبكر، بتبدا الاحتفالات في مدرجات ملعب محمد الخامس اللي بالمناسبه اتغير اسمه على الجي بي اس لملعب محمد عبد المنعم، بتبدا الاحتفالات وبيبدا لاعبي الوداد في تضييع الوقت، الناس بتبدا تقلق، الكل منتظر يعني ها يا رب، فبيحصل الهدف القاتل والفرحه العارمه والفرحه الكبيره، كان ربنا سبحانه وتعالى عايز يخلينا نفرح فرحه غير. لان انت لو كنت حققت فوز كبير هنا ما حدش فينا يمكن بطوله 2021 امام كايزر تشيفز مش هنفتكرها قوي، ليه؟ لان سيناريو اللقاء خدمنا 3-0 وانهينا كل حاجه. انما القاضيه ممكن فاكرينها كلنا مش هننساها، محمد ابو تريكه في الصفاقسي فاكرينه مش هننساه، كذلك هدف محمد عبد المنعم في ملعب وليد وجده وليد وجده بالظبط 2012 بالظبط. فدايما السيناريوهات الصعبه ده بالعكس على فكره بطوله وليد وجده دي مش واخده حقها، لانه البطوله دي النشاط انا فاكر كان في مصر تقريبا شبه متوقف، فما فيش عندك مسابقات محليه، بتلعب افريقيا في ظروف صعبه جدا على كل المستويات. لو تعالى شوف دكه البدلاء في النادي الاهلي كانت مين ساعتها، كان محمد ابو تريكه، محمد بركات، سيد معوض، يعني وعلى فكره بالمناسبه المباراه دي بيصنفها معظم جمهور النادي الاهلي افضل مباراه خارج ملعب النادي الاهلي، مباراه الاهلي والترجي في رادس 2012. فسيناريو جميل والفرحه حلوه، ويا رب دايما في افراح وفي انتصارات للنادي الاهلي. طب دي اصعب ولا البطولات اللي احنا اتكلمنا عليها اصعب يا ابو حميد؟ والله يا احمد انا عايز اقول لك على حاجه، يعني دايما في لحظه كده بفتكرها، اي فريق او منافس بيقابل النادي الاهلي في النهائي وبيحتفل ببقى متاكد الاهلي اخذ البطوله. يعني الحوار ده حصل في طبعا مباراه الصفاقس طبعا، والترجي التونسي حصل مع نفس الموقف، والوداد المغربي هنا لما جابوا هدف مع انهم خسرانين، يعني دي كانت حاجه غريبه جدا. أيوه. انت خسران ومبسوط جدا ان انت جبت هدف النادي الاهلي على ملعبه، فده خلاني شفت الرؤيه وما كانش عندي شك خالص ان النادي الاهلي هيرجع بالكاس. فاعتقد ان كل بطوله ليها رونقها وليها طعم مختلف، يعني مش هقدر اقول ان بطوله طبعا ابو تريكه في الصفاقس ولا بطوله حتى جد ووليد سليمان، كل بطوله في لحظتها النادي الاهلي عايشنا الاجواء دي. خلاص بقينا متعودين ان هو لازم يعيشنا الصعب عشان ايه نحس بالمتعه. لو النادي الاهلي كسب، يعني احنا مثلا بطوله العشره بتاعت كايزر تشيفز
دايما ما بنديهاش حقها لان احنا حسينا ان النادي الاهلي كسب بسهوله برضو شويه. لكن اعتقد هو مفيش حاجه سهله يعني طبعا عشان توصل للقب احساس نسبيا ممكن تبقى اسهل من بطولات ثانيه، لكن هي بالتاكيد برضو طبعا اللعيبه بذلت فيها نفس المجهود ونفس التركيز ويعني ومفيش شيء مفيش نجاح ممكن يتحقق وانت قاعد مكانك، كله لازم يبقى فيه المنظومه منظومه كامله، كتيبه شغل كله على اعلى مستوى، كل واحد عارف دوره، كل واحد محدد اهدافه. يمكن تكون اسهل نسبيا من البطولات دي، لكن هي بالتاكيد برضو جت بعد معاناه ومشقه. مشجعي الانديه الثانيه بقى لما يسمعونا بنتكلم كده يقول لك يا رب مشاكل من النوع دي، دول قاعدين قاعدين حيرانين انهي بطوله كانت احلى، فرحتها احلى واحساسها احلى، فالحمد لله رب العالمين هو ده النادي الاهلي. ويمكن ويغمن يمكن زي ما انتم قلتوا الدراما اللي حصلت في الموسم ده مديها طعم كبير للفوز. الوداد طرف النهائي برضو مدي طعم كبير للفوز بعد أكيد. اللي حصل يعني يمكن ما كانش يبقى فيه نفس الفرحه دي لو ما كناش مرينا بالسيناريو ده السنه اللي فاتت وكان الوداد معانا في الموسم. انا فاكر لك كلمه كويسه جدا في احد الحلقات في وسط الموسم، قلت احنا لو قابلنا صن داونز في النهائي هيبقى دافع وحافز كبير جدا، ولو قابلنا الوداد في النهائي هيبقى دافع ايضا وحافز وليه طعم لانك بتنتصر على الفريق اللي اخذ منك البطوله الموسم الماضي. ففعلا دي كانت ليها دوافعها ودي كانت ليها دوافعها، وبعد وصول الوداد للنهائي اصبح الدوافع عندنا كلنا اكتر، لان مهما كان خساره مباراه غير خساره لقب. صحيح، بنت في تصريحات اللعيبه حتى بعد الفوز وبعد بالظبط الشناوي والسوليه كلهم عبروا عن كده. طب خلينا اكلمكم على المكاسب بقى، يعني طبعا المكاسب الماليه دي واحدة من الملفات المهمة والمطروحة اللي بيتهيألي كمان هتساعد بشكل كبير جدا في واحد تقليل فاتورة. خدوا بالكم نشاط الأهلي، انت بتتكلم السنة دي مثلا على انه النادي الأهلي مطلع ثلاث فرق كاس عالم، مطلع فرق هاندبول، مطلع فرق باسكتبول، مطلع فرق كرة قدم، الثلاثة هيشاركوا في كاس العالم. فاتورة تكلفة الموسم وتكلفة تكوين الفرق دي وتكلفة تغطية مصاريفهم بادجت كبيرة جدا. انا عارف طبعا الناس عينيها على الميركاتو، لكن خلينا نتكلم الاول على المكاسب عموما اللي حققها النادي الاهلي، واهم المكاسب لانه مكاسب كتير قوي عشان ما ناخدش الحلقه كلها، عندي حاجات تانية. اهم المكاسب اللي حققها الاهلي من تتويجه باللقب رقم 11 يا احمد. طبعا اول مكسب عايز اقول ان النادي الاهلي يبقى موجود في كاس العالم للانديه، ده مكسب مهم جدا، واعتقد كاس العالم للانديه الموسم القادم ده هيبقى مختلف جدا، فيعني وجود النادي الاهلي فيه حدث مهم جدا. النادي الاهلي عودنا طبعا هو موجود في كاس العالم للانديه دايما. المكسب الثاني اعتقد ان مستر كولر كان لازم المجهود الكبير اللي هو عمله من بدايه الموسم كان لازم يتوج ببطوله افريقيا بصراحه. يعني الواحد كان هيتضايق جدا لو كان المجهود الكبير ده كان لا قدر الله يحصل العكس، فده من ضمن المكاسب ان مستر كولر بصراحه مقدم موسم كبير جدا مع النادي الاهلي. واعتقد ان هو انا من وجهه نظري كنت معاك في حلقه قبل كده قلت لك ان كولر ممكن امكانياته ممكن يوصل لان هو يحقق 7 بطولات مع النادي الاهلي الموسم ده ان شاء الله، واعتقد ان هم هيتحققوا، وكنت مراهن عليه في مباراه العوده لان هو مدرب كبير وذكي وبيقدر يدير المباريات كل مباراه لوحدها. المكسب التالت طبعا ان احنا كسبنا لعيبه كتيره جدا، يعني بدات خلاص زي مروان عطيه شايف ان هو بقى اضافه كبيره جدا في النادي الاهلي من ضمن المكاسب المهمه جدا. طبعا محمود كهربا شايف ان هو بقى هداف دوري ابطال افريقيا، دي برده مهمه جدا. كسبنا مصطفى شوبير حارس واعد، يعني الظروف حطته انه يلعب مباراه الذهاب اثبت انه حارس كبير. كل دي مكاسب وكل دي اجواء حصلت خلال بطوله افريقيا طبعا كانت من ضمنها تخلق عندنا دوافع، تخلق عندنا لعيب بمواصفات مصطفى شوبير يبقى قادر على حمايه عرين النادي الاهلي السنوات القادمه كلها. كل دي اعتقد ان هي مكاسب كانت مهمه جدا وكبيره. يعني ماتش الوداد الثاني شفته ازاي يا بلال؟ يعني يمكن طبعا في البدايه احنا كلنا رايحين ايدينا على قلبنا ان احنا يتلقى مرماق هدف يحبط شويه. انت منزل فيديو كول مع منعم بعد الماتش على طول الماتش. لان احنا جماعتنا قبل المباراه على طول بساعات قليله مكالمه، الحمد لله رب العالمين، يعني دايما في الماتشات الكبيره بنتكلم قبل اللقاءات المهمه بالذات. وانا قلت له ما قلتلوش انت هتجيب جون، عشان انا قلت له بس حاول تنسق مع معلول، انا ما بنتكلمش في فنيات كتير بالمناسبه، ولكن قلت له حاول تظبط مع معلول واحده من الركنيات اللي انتوا بتلعبوها ومميزين فيها، انتوا في بينكم كيمياء. قال لي ادعي لي بس يا رب ادعي لي، وقال لي ادعي لي كتير يعني. فهو كان وقال لي ان شاء الله هنرجع بالبطوله، والله من كلامه من اول يوم ان شاء الله هنرجع بالبطوله. فالحمد لله رب العالمين. كانت المباراه سيناريو اللقاء في البدايه هدف بيتلقى مرماك هدف مبكر، الوداد بيلعب عليك ضغط متقدم مش مخليك عارف تطلع. كل الحاجات اللي تفتكر قبل الحلقه دي احنا انت كنت معايا السبت حصل
سيناريو بالهدف على فكره جابوه. احنا من دور المجموعات احنا قلنا احنا ما بنصعد تاني طريقنا لللقب معروف. لا بس يعني طبعا احنا مشينا البطوله وعشناها لحظه بلحظه الحمد لله، لكن قرايتنا لمباراه الوداد في قبل المباراه بيوم هنا كل الكلام اللي قلناه والعرضيات ويحيى عطيه الله هو اللي كان فاندن بروك بياخدوا مننا من الاستوديو يروح يشتغلوا مع اللعيبه في اوضه اللبس بالظبط. فالسيناريو مشي خدم الوداد في البدايه طبعا، هدف خلاص ضمن لهم اللقب حسابيا طبعا. هم بداوا يتعاملوا على هذا الاساس، تضييع الوقت. انا بفرح على فكره برضه المشاحنات يعني طبعا باخد الهدف شك، بس بفرح انه جاي بدري. طبعا يعني تفرق معايا كتير جدا لما يفضل الماتش مقفول والاقي نفسي بستقبل في اخر 10 دقائق، بيبقى فرصه التعويض صعبه جدا. غير لما لا قدر الله خلاص كسر بقى، يعني خلاص الحسابات بقت في منتهى الوضوح وبقيت محتاج تلعب جيم بالظبط. وكمان احنا وعندك وقت والمدير الفني كمان كان عنده وقت، وهنا لازم نشيد بمارسيل كولر وتدخلاته الفنيه. يمكن احنا عاب عليه البعض تاخير التغييرات في مباراه الذهاب، ولكن كولر حسنا ما فعل في مباراه الاياب وتدخل سريعا وغير تقريبا وسط ملعب النادي الاهلي بالكامل. لان انت ما بتتحكم في وسط الملعب او الفريق اللي بيستحوذ على وسط الملعب تقريبا بيستحوذ على كل شيء في المباراه. دفع بمحمد مجدي قفشه وعمرو السوليه، اثنين لعيبه كبار، لعيبه عندها خبرات، ورجع اليو ديانج للمركز رقم 6، واخرج في مفاجاه يمكن الناس تفاجئت من اخراج مروان عطيه وحمدي فتحي وحسين الشحات، اللي بالمناسبه ايضا بنقول ان هي واحده من افضل بطولات حسين. ولكن انا بحيي مارسيل كولر على تغيير حسين في المباراه دي تحديدا، لان حسين كان واضح ان هو اتشد وخرج بره اجواء اللقاء طبعا، العصبيه والاجواء اللي كانت موجوده عليها. فقرار جريء جدا جدا كان هيحاسب عليه كولر بالمناسبه، هو ما هموش ان هو يطلع البعض ينتقد فيه بعد كده لا قدر الله لو النتيجه ما خدمتهوش. فيما تبقى من عمر المباراه بالظبط، دفع باحمد عبد القادر. بيتهيألي مدير فني هنا ما بيبقاش بيبص لاي حسابات. بالظبط، هو يعني مفيش مدير فني هيبقى في اعتباره الناس هتقول ايه، والاعلام هيقول ايه، والجمهور هيقول ايه، والاداره هتقول لي ايه. الحسابات دي بره، يعني في مباراه زي دي وفي بطوله زي دي في توقيت زي ده في مباراه، انا ملك قراري الاول والاخير. ولانه هو شجاع وعادل، كره القدم وربنا سبحانه وتعالى كافئه وانصفه بسيناريو اللي حصل سيناريو. ولا افضل، انت بمجرد التغييرات رجعت مره ثانيه الاستحواذ، ورجعت مره ثانيه السيطره، وضغطت وحاولت لحد ما احرزت الهدف، وكان ممكن نزيد الغله بالمناسبه في مناسبه او اتنين كمان في كرات انفرادات قدر النادي الاهلي يوجدها. فده السيناريو. انا لو في الملعب في الوقت ده كنا رجعنا كسبانين. وش دي حقيقه. بس خليني اقول لك حاجه، في ناس بتلوم على كولر في اوقات كتير جدا انه بيغير متاخر وما تعرفش، او يعني طبعا انا ما بدافعش عن مستر كولر، بس هي برضو واحده من المدارس تقول لك انه هي مش بس قرار التغيير امتى او هو المهم، قرار التغيير مهم، والاهم منه توقيت التغيير. لانه في وقت من الاوقات انت ممكن تراهن على انه التغييرات دي لما تحصل ما تجيبش منها الاثر المتوقع او المنتظر. بالظبط. يمكن مستر كولر بيأخر شويه، بيراهن على انه الحمل البدني على الفريق المنافس يزيد شويه، فبيبقوش في كامل لياقتهم، فلما يعمل التغييره بتاعته في لاعب او اثنين او ثلاثه يقدروا يحدثوا الفارق، يستغلوا الفوارق البدنيه اللي موجوده في التوقيت ده ويحدثوا الفارق. وارد جدا نفس التغييرات دي لو اتعملت 10 دقائق قبل او ربع ساعه قبل ما تجيبش نفس النتيجه او ما تجيبش المنتظر. بعدين احنا شفنا جوارديولا في مباراه ريال مدريد لم يجري اي تغيير واستمر بال11 لنهايه اللقاء. هي بالمناسبه تبقى تتوقف على سياسه او فكر المدير الفني ورؤيته لحاله اللاعبين في الملعب. الحاله على فكره مش لازم تكون حاله فرديه بس، ممكن كلمتني بعد ماتش الانتر، كلمتك لا انا كلمتك تاني يوم، قلت لك احنا تاني يوم بعد ماتش الاهلي على طول، اول ما الحكم صفر وقلت لك احنا في الحلقه قلنا السيتي هيتوج السبت والاهلي هيتوج الحد وهيتقابلوا في كاس العالم للانديه. صحيح. فالحمد لله رب العالمين. يا رب بس القرعه، يعني انا لسه كنت بكلم النهارده في كاس العالم، انا نفسي القرعه في النهائي بس فاينل تنصفنا. يعني نفسي بجد، لانه اي حد هيجي في وش السيتي هيبقى صعب جدا. لو النهائي بيبقى ليه حسابات ثانيه. لا بص، يعني انا هدفي اوصل النهائي، بعد كده لما نبقى نوصل النهائي نبقى نشوف هنعمل ايه. لكن نلعب ماتش نهائي ونضمن ميداليه ذهب او فضه، انا بيتهيألي ده يبقى انجاز. انت مش عايز بطل اوروبا في طريقك للفاينل. انا مش عايز بطل اوروبا في طريق للفاينل. مش عايز بطل اوروبا في طريق. يعني شايف امكانيه وصول النادي الاهلي للفاينل، او خليني اقولها بشكل ثاني، امكانيه وصول اي فريق من الفرق اللي هتشارك في البطوله للفاينل تشترط عدم مواجهته للسيتي في مباريات قبل مباراه النهائي. بالظبط، فروقات كبيره جدا. طبعا بين السيتي ده في فروقات بين السيتي وبين عمالقه اوروبا. بالظبط، يعني بين السيتي وبين البايرن، بين السيتي وبين الريال، بين السيتي وبين احنا بقى عايزين نقول لجوارديولا احنا غير العالم الثانيه دي خالص ان شاء الله. لا طبعا، لو ماتش اهلي وسيتي بصرف النظر عن جاي فين، ده في حد ذاته هيبقى ماتش للتاريخ. احنا اتمتعنا بمباراه ريال مدريد طبعًا. وكنا ند لريال مدريد لحد الدقيقه 88. فالحمد لله النادي الاهلي، بالمناسبه النادي الاهلي الكل بيعمل له حسابه،
والنادي الاهلي اصبح بعد مشاركته المتتاليه في كاس العالم للانديه احد الانديه اللي العالم كله عارف قدرها وعارف تاريخها. اكتر نادي لعب ماتشات في كاس العالم اعتقد. المشكله ان اوكلاند اللي في لا اوكلاند اكتر مشاركه لكن اوكلاند دايما بيخرج عدد مباريات اوكلاند بيوصل لكن عدد ماتشات يعني اوكلاند بيوصل يشارك انا بفتح اشوف الفرق لقيته وصلوا حجزوا قبلينا برضه. لا اوكلاند طبعا مستوى المنافسه عندهم يمكن مختلف شويه عن بقيه قارات العالم وبالتالي طبعا هو موجود على طول لكن بصرف النظر عن عدد مرات التاهل لكن انت لما بتشارك انت واخد بالظبط ثلاثه برونز وواصل مربع ذهبي اكتر من مره فطبعا لا احنا كمان الفوز هيبقى سوبر افريقي الناس من النهارده بتتكلم على السوبر ليج وعلى كاس العالم للانديه شايفين التحضير وطبعا في عندنا بطولات تانية يعني سوبر افريقي كمان عندنا سوبر افريقي مع اتحاد العاصمه في اغسطس عندنا بطوله دوري وكاس لازم ان شاء الله رياض ولا جده سمعت انه جده لسه مش عارف هو على حد قال لي ان هو في الرياض ممكن يكون في جده يعني خلينا نتفق انه في السعوديه السعوديه ان شاء الله لكن عندنا بطولات تانية لكن شايفين بقيه مشوار الاهلي في الموسم ازاي يعني انا اللي انا عرفته ان مارسيل كولر مصمم على الفوز بكاس مصر استكمال مشوار كاس مصر طبعا هتبدا بمواجهه منتخب السويس هو مصمم على الفوز باللقب مش هيفرط مش هيتهاون هيلعب بالتشكيل الاساسي ما بقتش دلوقتي حسبه القاب بطولات بقت حسبه انك تعمل تارجت. موسم تاريخي تارجت يعني هو يعني تارجت الحافز إن مش انا اكسب الكاس لا الحافز ان انا اكسب كل الالقاب بالظبط هي كمان هو كل احنا اتكلمنا قبل كده ان انت كل ما بتكسب لقب كل ما فرصتك لتحقيق الرقم القياسي الغير مسبوق بقت اقرب وبقت فرصه تحقيقها اقرب فانت دلوقتي الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمك بثلاث بطولات محليه وبطوله افريقيه البطوله المحليه الرابعه على الابواب بطوله الدوري ان شاء الله اربع مباريات وتحسم لقب الدوري هيبقى عندك لقب كاس مصر هتاخده انت اصبحت فائز بست بطولات وبعد كده السوبر ليج ربنا يكرمنا ان شاء الله ونفوز بيها سبع بطولات اظن ما حدش حققها وهو ده النادي الاهلي انت حتى احنا شفنا تصريحات اللعيبه بيقول لك احنا هنحتفل يومين ثلاثه وبعد كده نبدا الشغل عشان هتدخل في تحديات ومباريات وبطولات ثانيه خليني اتكلم على التحديات لانه في ناس شايفه ان البطولات المحليه يعني بعد المستوى انا مش عايز الحته مش عايز الجمهور يروح للحته دي ومهمه جدا انبه ليها في ناس شايفه انه البطولات المحليه اللي حقق دوري الابطال واللي خد كاس مصر واللي خد اتنين سوبر من الزمالك وبيراميدز البطولات المحليه مش تحدي بالنسبه له فنريح الفرقه نجرب عناصر ثانيه نريح العناصر الاساسيه عشان نروح بقى بعد كده لكاس سوبر افريقيا ومن بعده سوبر ليج ومن بعده كاس عالم فايقين شايف وجهه النظر دي يعني ليها منطق ولا البطولات لم تحسم كده يعني لا اعتقد برضو احمد ان البطولات النادي الاهلي كلها اي بطوله بيدخلها حتى بما فيهم كاس العالم للانديه بيدخل بيبقى شايف غير الميداليه الذهبيه اعتقد النادي الاهلي عود جماهيره على كده واعتقد ان احنا النادي الاهلي اخذ بطوله افريقيا وما خدش الدوري جماهيره كانت زعلانه جدا فاحنا كل بطوله طبعا لا النادي الاهلي بيدخلها جماهيره عودها على البطولات كل بطوله ليها مذاق مختلف اعتقد ان بطوله الدوري طبعا النادي الاهلي اقرب للحصول على بطوله الدوري لكن اعتقد ان برضه النادي الاهلي الجماهير ما بتشبعش من البطولات رغم الاحتفالات الكبيره جدا اللي احنا فيها الايام دي لكن اعتقد زي ما بلال قال برضه ان احنا في راحه يعني بعد الراحه ديت اعتقد ان مستر كولر هيرجع لعبه تاني وهيركزوا في بطوله الدوري عشان يحسموها تماما نفس الكلام في بطوله الكاس هيدخل بطوله الكاس ان هو يحسمها اعتقد ان هو هيبقى كل بطوله خلاص كولر بقى زي ما بقول كده واخد من شخصيه النادي الاهلي انا شايف ان هو شخصيه النادي الاهلي بقت بالظبط مع كولر ما عنديش شك في الرغبه في الفوز بالالقاب والبطولات يعني حتى لو ما كناش فزنا ببطولات قبل كده اكيد طبعا الاهلي هيلعب على كل بطوله او كل لقب هو داخله لكن الفكره انه يعني الان من فكره ان اللعيبه تريح مثلا يعني لا وكمان فكره انه ممكن تشوف لعيبه كتير بتاخد فرص بقى بشكل اساسي زي قندوسي زي كريستو زي برونو سافيو حتى لو كان مكمل او مش مكمل رأفت خليل اللي شارك بالمناسبه واحرز هدف في مباراه رأفت خليل شوبير كوكا يعني اللعيبه دي برضو ولا الكلام ده ممكن يبقى بدري شويه اعتقد ان هو الكلام ده هيبقى بدري شويه مع مستر كولر ما افتكرش ان الكلام ده ممكن يعمله ان هو ليه طريقه وليه اعتقد مدرسه معينه حتى تبان في فكره التغييرات دي مدارس يعني فكره ان التغيير بيتاخر لوقت معين ممكن يبقى ليه رؤيه مختلفه وهو شايف ان في لعيبه في الملعب افضل من لعيبه مثلا ممكن تكون موجوده او في توقيت معين هو بيبقى رسمه ان هو هينزل فيه التغييرات أيوة. على فكره كولر اغلب مبارياته كان بيغير في الدقيقه 70 المباراه اللي فاتت فعلا هو غير بدري جدا وده يبين ان هو لا هو مش موضوع تغيير متاخر او تغيير بدري هو بيبقى شايف المباراه او بناء على السيناريو اللي هو رسمه
بينزل التغيير في الوقت اللي هو بيبقى شايفه افضل ليه وافضل للفرقه. صحيح. وزي ما انت قلت يا احمد ان هو برده في حته التغييرات هو بيبقى من الوقت دوت وعايز يكسب، العاطفه مش موجوده، مفيش مجال للعاطفه، ان هو عايز يكسب نهائي افريقيا وعايز يكسب البطوله. علم يعني نزل تقريبا تويتر قال لك انا من اول ما جيت كتبت في ورقه ان انا هحقق بطوله افريقيا وحصل. يعني هو اول ما جه كتب ورقه وشالها في الدرج قال لك انا كتبت كده وده اتحقق بالنسبه له. انا يعني كنت شايف انه طبعا موسم ناجح جدا بصرف النظر، والكلام ده قلته قبل حتى التتويج باللقب، قلت انه كولر كتب تعاقد طويل بالزبط. يعني مضمون مع جماهير النادي الاهلي، نتمنى انه النتائج تخدمه، عشان الرهان الحقيقه انه كولر ممكن يكون صاحب تجربه ومشروع زي اسماء كتير جدا نجحت مع النادي الاهلي. مبروك كاس افريقيا، هتشبركوا لي بقى على يعني انا جمعت البطولتين، مبروك بقى انا مسيطر على قارتين من ثلاثه. انا لو بشجع فريق في اسيا كان زماني واخد العالم القديم كله. انت روى ريدز بقى الياباني وتبقى انت كده ماليش فيهم بقى. الصيني والياباني دول بعيد قوي عليا بصراحه، مش قادر اتابع. هو بيقول لك الفرق السعوديه عماله تصرف وانفاقات كبيره جدا وفي الاخر روى ريدز يروح ياخد دوري ابطال اسيا برضه. كان لسه معايا داركو نوفيتش مدير فني لفاق سطيف واتحاد منستيري السنه دي، فكنت هو كان اشتغل في اهلي في اتحاد جده قبل كده، كنت بساله بما ان اتحاد جده يعني هيقابلنا ان شاء الله في احتماليه ان احنا نواجه بعض في كاس العالم للانديه، فكنت بساله يعني الصفقات دي شايف انها بروباجندا وتلميع للدوري السعودي، تسويق للانديه السعوديه، ولا هيكون ليها مردود فني يعني؟ فقال لي لا طبعا، يعني اغلبها ما احنا شفنا رونالدو وما قدرش حتى يحقق لقب على مستوى الدوري السعودي، فالقصه قصه تلميع وتسويق اكتر منها يعني اضافه فنيه وكريم بنزيما وانجولو كانتي بالتاكيد مع اتحاد جده مش هيكونوا زي ما كانوا مع الريال وتشيلسي. هي الفكره كلها او التحدي الاكبر اللي انا شايفه في التجربه السعوديه ان هي ما تكونش نسخه من التجربه الصينيه مثلا او نسخه من تجربه امريكا مثلا، لان موضوع انتداب النجوم وهي في ختام حياتها الكرويه حصل قبل كده في دوريات كتير، شفنا جيمس رودريجيز. مش بالارقام دي. هي الشاهد هنا الموضوع ان راضي ان الارقام كبيره جدا، يعني الارقام دي ممكن برضو في اوقات تانية كتير تبص لاستخدامها، كيفيه استخدامها في انك تجيب مواهب ونجوم بجد. انت ممكن برقم واحد منهم او برقم بنزيما تجيب اربع خمس لعيبه سوبر السوبر يعملوا اضافه بجد ونقله. هو ده توجه عام، توجه في موضوع انا فاهم طبعا الاستثمار في السعوديه هم رايحين شايفين ان هم يروحوا الحته دي، لدرجه ان الناس كتير قوي شايفه ان الدوري السعودي الموسم القادم هيحظى بمشاهدات غير مسبوقه. أيوه. لان انت اصبحت في كل فريق نجم واصبحت في كل فريق سوبر ستار، يعني لما تلاقي بنزيما في الاتحاد ورونالدو في النصر، لسه الهلال بعد موضوع ميسي فالناس هناك بتلوم اداره الهلال ان هم فشلوا في التعاقد مع ميسي. يعني شوف الطموحات هناك راحت. خد بالك في مقارنات برضو يعني لما طبعا غيره بين النصر والاتحاد بنفسه الهلال، يعني برضو فرق كبيره، فلما النصر يجيب رونالدو والاتحاد يجيب بنزيما يبقى اشمعنى احنا بالظبط. فانا اعتقد ده التحدي الاكبر. طبعا احنا بنبارك لك على الفوز بدوري ابطال اوروبا. لو هنروح لدوري ابطال اوروبا انا فرحان للسيتي طبعا، بس فرحان كمان جدا لجوارديولا. يعني جوارديولا الحقيقه كان في حاجه لاثبات انه قادر على انه 12 سنه يفوز بتعنده. هو جوارديولا احنا اتكلمنا هنا برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها خلال تحليلنا لمسيره جوارديولا هذا الموسم، ان جوارديولا الموسم ده مختلف، ان هو واقعي جدا وما بيعملش الافكار اللي كان بيعملها قبل كده واللي ادت لخسارته. بالمناسبه القاب كانت قريبه جدا منه. جوارديولا لاول مره بيطبق في نهائي اكبر مسابقه قاريه دوري ابطال اوروبا بيطبق فكره النهائيات تكسب ولا تلعب. احنا شفنا الانتر عامل مباراه كبيره جدا لم يتوقعها اغلب المتفائلين، سيموني انزاجي اللي بالمناسبه بنحييه جدا 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 على الاداء والمردود الكبير وتحضيره ومذاكرته لمانشستر سيتي في لحظه من اللحظات كنا مستنيين الانتر. خليني بمناسبه كلامنا عن جوارديولا كده تعالوا نشوف معاكم معدل انفاق الانديه الانجليزيه منذ وصول بيب جوارديولا للدوري الانجليزي للبريمير ليج، نشوف الانديه الانجليزيه انفقت ايه. هو لازم بعد الصوره دي اصلا ناخد لا قد تتخيل انه السيتي هو الاكثر انفاقا، بس طبعا مانشستر يونايتد 904 مليون يورو في المركز الاول، 806 تشيلسي، 667 مليون يورو المان سيتي، 638 اعتقد الارسنال، 472 توتنهام. توتنهام حتى ميزانيه يعني ميزانيته رقم انفاقه كبير جدا. اللي بالنسبه لي مفاجاه ليفر في المركز الاخير، يعني عندك استون فيلا، عندك نيوكاسل، عندك وولفرهامبتون، عندك ويست هام يونايتد
كلهم اعلى من ليفربول، ورغم كده ليفربول محقق تشامبيونز ليج ومحقق بريمير ليج ودايما في الصوره ودايما في يعني متواجد. داخل في المنافسه، سيبك من السيزون الاخراني ده بس قبل كده دايما متواجد. لكن لما يكون عندي اليونايتد 904 والولفز كمان لا الولفز اعلى من ليفربول. اه بقول لك الولفز رغم انها ما تحققش حاجه خالص بالظبط كده، ومانشستر يونايتد اللي في المركز الاول 904 ده داخل على المليار. لا وستهام شوف المبلغ قليل جدا بس حققه بطوله بالظبط كده، في مقارنه في 904 مليون يورو مانشستر يونايتد 310 مليون يورو ليفربول. لا طبعا ليفربول، وهنا عشان نعرف بس الارقام دي ليها دلاله احمد انه هي قصه مش قصه فلوس، ووارد جدا فلوس تبقى موجوده معاك، لكن الاهم هتعمل بيها ايه. وارد جدا تجيب صفقه ب ب ب حتى على سبيل المثال في الدوري في مصر هنا تجيب صفقه ب 10 مليون دولار لكن مردودها الفني ما يكونش حاجه، وصفقه ثانيه ب 500 الف ولا بمليون حتى تلاقيها عملت بوم. لا وهو ده يبان ان مش اي لاعب مميز يظهر انت تجيبه يعني. اعتقد ان الكلام ده حصل مع تشيلسي السنه دي ان هو جاب صفقات كبيره جدا، واعتقد يعني ما شفناش اي مردود للصفقات دي خالص. لكن السيتي اهم ميزه فيه فعلا ان هو دايما جوارديولا دي برده بتحسب له ان هو بيجيب اللعيبه اللي هو دايما محتاجها وتقدر تخدم طريقه لعبه. صحيح. وتبقى دايما اضافه ليه، وده بنشوفه دايما في جميع صفقاته، حتى تلاقيه برده بيستغنى عن اللعيبه. انت عارف هو ناقص له مين في الفرقه؟ في السكواد دي يعني الميركاتو اللي جاي ده لو جاب الفونسو ديفيز و انت كده عايز تحتل العالم. وجاب انتوني، واحب انا جواو فيليكس. انتوني مانشستر يونايتد. طبعا عشان يعني صعب. مانشستر صعب جدا. صعب. بس انتوني بالنسبه لي صعبة. يعني عقليه بحس الكلام ده لو محرز ماشي فعلا في حته ثانيه في السيتي مع البيب يعني كله تحت السيطره. يعني هو قادر يعني بيشوف وبيقدر يطور وبيقدر يعني انت كنت متوقع هالاند يعمل اللي عمله ده في الدوري الانجليزي السنه دي؟ بس خليني بقى، انا كسبت الرهان بيني وبينك. انا قلت لك انتر هيوقف هالاند وقلت لي يوقف مين. خلي بالك احنا عايزين برضو نقول من ضمن الحاجات اللي لازم نحيي عليها سيموني انزاجي جدا هي تكسب ولا تلعب. تكسب ولا ماشي. اسوأ مباراه للسيتي تقريبا الموسم ده في الموسم ده. اعتقد ان دي مباراه انا يعني اول مره اشوف بس خدوا البطوله دي. يعني الانتر الصراحه عندك كده كمان فوز السيتي خلى رابح ماجر مع بورتو البرتغالي في اعتقد الثمانينات قبل ورياض محرز الاثنين محققين دوري ابطال اوروبا. ودي بقى من دواعي فخرنا بمحمد صلاح طبعاً. يعني مع احترامنا الكامل لرياض محرز، ولكن محمد صلاح لما بيحصل على لقب ده بيجيب اللقب. فرياض محرز حصل تاثيره في دوري ابطال اوروبا السنه دي زيرو. عايزين بس نشيد بنقطه بقى تشيربي مدافع انتر ميلان اللي اوقف تماما وقضى على خطوره هالاند. انت عارف قصه تشيربي اصلا كان هو اصيب باثنين سرطان في 2013 وفي 2014 وقدر يتغلب على السرطان، وبعد ما كان اتجه ل يعني للاعتزال رجع مره ثانيه وضمه الانتر الموسم ده وعامل واحد من افضل المواسم. كان هو بالمناسبه فاز مع ايطاليا يورو 2020 وكان احد المتواجدين مع ايطاليا. فاحنا التجارب دي بتبقى ملهمه قوي ان يكون لاعب حارب السرطان مرتين وقدر يرجع ويقف على رجله. فتجربه ليها احترام. سيموني انزاجي راهن عليه وهو كافئه في المباراه النهائيه ما حدش شاف هالاند خالص. ايه رايك في الميركاتو اللي احنا عملناه؟ وبالمناسبه طبعا لازم اهنيكم على جود بيلينغهام كده رسمي صح؟ رسمي رسمي في 19 سنه. خليه ينفعكم. لا طبعا واحد انا من سنتين فاتوا قلت استنوا لاعب اسمه جود بيلينغهام. كنت معاك في كاس العالم، كنت معاك في كاس العالم انت قلت استنوا جود بيلينغهام في سنتين جايين هيبقى واحد من اهم نجوم اوروبا. وقد كان الحقيقه بمناسبه يعني قبل ما نتكلم عن الميركاتو عايز بس عن جوارديولا يعني بصراحه عشان جوارديولا انا لازم يعني طبعا هو كل موسم بيقدم طبعا في دوري ابطال اوروبا بيقدم موسم مميز جدا، لكن هو عمل في اخر ماتشين مع الريال ومع الانتر يعني حركتين اثبت ان هو مدرب عبقري. يعني دي يعني حركه بتاعت الريال بتاعت ستونز في نص الملعب دي خلت ريال مدريد انشيلوتي واقف على الخط هو بيتفرج. هو واقف بيتفرج فعلا. لا ده بيبعت لك بوسه. هو عبقري فعلا ان هو يعمل الملعب. ماتش الثاني الانتر ده باين المدرب اللي بيبقى مذاكر الخصم، هو عارف ان الانتر اصلا ما عندهمش امكانياتهم كلها في نص الملعب، قوتهم كلها في نص الملعب، راح لعب من غير باكات. يعني تخيل هو لعب نهائي بيلعب بنهائي دوري ابطال اوروبا من غير باك رايت ومن غير باك ليفت. فانت ازاي عبقري كده؟ يعني انت ازاي عملت كده في ان انت تقدر تبتكر كل مباراه طريقه مختلفه بافراد مختلفه؟ ولا وحاجه تانية انت ممكن تعمل كده، الجرأه بتاعته هو جريء جدا ان هو في اي وقت بيعمل كده. وعشان كده قلت لك يوم ما خسر مباراه تشيلسي لو هو كان نجح في ان هو يلعب المباراه دي من غير مهاجم ساعتها وكان نجح
كان العالم كله هيتكلم ويشيد بيه. هي بتبقى يعني بتبقى دايما لما بتعمل حاجه وبتبقى بتفتكر او بتبتكر طريقه جديده لما بتخدمك الطريقه ديت الناس كلها بتتكلم انت عبقري. فده ما فيش خلاف ان طبعا جوارديولا مدرب عبقري. صحيح. مستنيينكم في كاس العالم يعني. خليني اقول لكم بجد والله احنا مع عبقري برضه. احنا لما لا حقيقه انا في فتره من الفترات كده ربع النهائي ونص النهائي بتاع دوري الابطال حسيت ان كولر وصل مع الاهلي للمستوى اللي انا مستنيه بقالي اربع خمس مواسم. يعني حسيت ان كورت سيبك من النتائج، هو عمل نتائج كويسه جدا في جميع الاحوال، وما تقدرش تحاسب مدرب غير على النتائج بس. لكن انا بتكلم من يعني مكان جمهور فنية. انا قاعد مستني اشوف كوره ممتعه. انا بستنى دي المعادله الصعبه، انا بستنى اليوم اللي فيه ماتش الاهلي عشان استمتع. عندي 90 دقيقه هستمتع فيهم. فلما انت بجد تمتعني وحاسس ان انا شفت تابلو او مسرحيه حلوه استمتعت لمده 90 دقيقه بالعرض بصرف النظر عن النتيجه ايه، انا احيي كولر على ده. وخليني اقول لك مره تانية بمناسبه كاس العالم والسيتي، انا بقيت بفرح بكاس العالم. يعني جزء طبعا من فرحتي بالبطوله انها لقب غالي وصعب ومهم، لكن بقى فرحتي كمان انه انا هشوف الاهلي في كرنفال، في ابطال العالم، في الاهلي والسيتي في مباراه رسميه بصرف النظر عن النتيجه هتكون ايه وهنعمل ايه، لكن ده في حد ذاته برضو مكسب كبير قوي لجمهور نادي الاهلي وشرف كبير. يمكن قصدك على المعادله الصعبه الاداء والنتيجه. يعني في طبعًا. في مدربين ممكن يبقى الاداء بالنسبه له مش احسن حاجه. أيوة. والنتائج ماشي كويس جدا. صحيح. والعكس ممكن تلاقيه بيقدم كره حلوه جدا حلوة بس قوي النتائج مش. انما كولر عمل المعادله الصعبه. صحيح. اداء ونتائج. بمناسبه موضوع كاس العالم للانديه، احنا شفنا كلنا قبل مباراتنا مع ريال مدريد على كل منصات ريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وانستغرام كله صور لعيبه النادي الاهلي، ريال مدريد يجري تدريباته استعدادا لملاقات النادي الاهلي، فده حاجه طبعا بتحطك في حته تانية. صحيح. نروح للميركاتو بقى سريعا احمد. يعني احنا اتكلمنا ان خلاص جود بلينغهام رسمي في اهم الصفقات او الاسماء. طبعا دي تهنئه طبعا للنادي الاهلي من مانشستر سيتي، واحنا يمكن التهاني على النادي الاهلي توالت على مدار الايام اللي فاتت بما انه احنا في مواجهه يعني بين الانديه العالميه الكبيره، فالسيتي بيهني النادي الاهلي تهنئه النادي الاهلي. هم بيهنونا ولا بيخوفونا؟ ايه نراكم في المملكه السعوديه؟ لا احنا ما بنخافش، احنا ممكن نروح من دلوقتي لو هم عايزين. هو يعني خليني اقول لك حاجه ودي عن ثقه، الغالبيه العظمى من جماهير النادي الاهلي لو حصل ان احنا هنقابل السيتي في المباراه هيبقى قاعده مستنيه الماتش وعندها احساس وعندها امل ان الاهلي هيكسب، وهيزعل غير من الاهلي بيزعل لما بيخسر. يعني دي حاجه بتعكس مستوى من الثقه. رغم شو بقى انا بكلمك على السيتي اللي هو بشهاده العالم كله افضل نادي على سطح الكره الارضيه، لكن جمهور الاهلي يوم ما يلعب مباراه رسميه مع السيتي هيبقى عنده احساس من قبل الماتش ما يبدا انه الاهلي ممكن يعملها، وده اللي وصلنا ليه تجارب كتير جدا عايشها لنا النادي الاهلي. النادي الاهلي زرع فينا احمد حته المكسب بس، اقسم بالله من صغرنا النادي الاهلي زرع في جمهوره المكسب. ايا كان بقى بتقابل السيتي بتقابل الريال، احنا شفنا طبعا الحزن لما خسرنا من الريال ومقدمين لغايه الدقيقه 88 مباراه كبيره جدا. انت خسرت من الريال كوره يعني كرة. خسرت من الريال ماكس، لكن اللعيبه دي كسبت انها يعني لعبت مع ريال مدريد. انا عايز اقول لك على مفاجاه بمناسبه مباراه الاهلي وريال مدريد، ان مارسيل كولر اعاد النظر في ثلاث او اربع لاعبين بشكل كبير جدا بعد مباراه ريال مدريد. وده يدل لك ان هو اتعامل مع مباراه ريال مدريد ان هو ند للند والخصم امام الخصم. مارسيل كولر لو تتفرج بعد مباراه ريال مدريد هتلاقي لعيبه بعدت عن التشكيل تماما ودخل مكانها لعيبه ثانيه، كان تقييمه كان مختلف للمباراه وتعامله مع المباراه ان هو الراجل كان داخل يكسب. احنا كان في الدقيقه 84 85 كنا هنتعادل وكنا نروح وقت اضافيه، فهو ده النادي الاهلي مش غريب، ما حدش استغرب. واللي لعب قدام الريال واللي لعب قدام بايرن طبيعي ما بقاش فيه نفس الهبه ونفس الرهبه لما يجي يلعب قدام السيتي. يعني برضه تراكم الخبرات ان شاء الله يكون فارق معانا، وده بيتهيالي يعني كمان بيفيد الكره في مصر، فكره الاحتكاكات، لانه الكره في مصر على مستوى الالقاب والبطولات يمكن مش حاضره، لكن فكره احتكاك الاهلي مع المستويات دي اعتقد بيفيد الكره والمنتخب في النهايه. نتمنى له التوفيق النهارده. طبعا. اخد منكم تعليق سريع على ماتش الاهلي مصر وغينيا النهارده ان شاء الله في امم افريقيا. احمد شايف المباراه ازاي وفرص مصر، خصوصا المباراه تعتبر مباراه غينيا والاثنين قريبين من صداره المجموعه؟ شايف ان هي مباراه مش سهله لان فريق غينيا ده معلش انا اسف بيبلغوني دلوقتي انه خلاص ملف مصطفى محمد وقع بشكل نهائي مع فريق نونت الفرنسي جدد، يعني اللي كان معار ليه تم تفعيل بند الشراء، تعاقد معاه تفعيل بند الشراء وتم التجديد معاه الموسم 2027.
البلديه خلص الماتش، كان في بلديه وديكرنس اعتقد والمنصوره وطنطا، وكان الثلاثه بيتنافسوا طنطا ديكرنس البلديه. المنافسه يا جماعه في الدوري تحت كل ضرب نار، في كل المجموعات كله. بالمناسبه ضرب نار لغايه اللحظات الاخيره، يعني طنطا عندها فرصه، ديكرنس بيلعب بلديه محله، الاثنين عندهم فرصه. فانت بتتكلم لغايه اخر مباراه، واعتقد الاتحاد بقى مع معين هنا كابتن بنا، وهنا اعتقد الحنفي اعتقد اللي كان بيحكم البلديه وديكرنس. فيعني في كرنفال حصل في الدوري تحت، لكن ببارك طبعا لبلديه المحله غياب ايه 15 سنه مثلا. بلديه دي زمان نادي جماهيري كمان، شاركوا في افريقيا لو تفتكر. لا وطلعوا نجوم كتير. أيوة جدا. حته لعيب فيهم احمد اسمه احمد فاروق، احمد فاروق طبعا لعيب اسمراني كده وقصير شويه، لعيب كوره من اللعيبه اللي تحب تتفرج عليهم. صحيح. بلاي ميكر. واكرم عبد المجيد طلع من بلديه المحله، هو بس ملعبهم اللي كان يعني صعب شويه. كان ضيفك امبارح كابتن هاني العجيزي، كابتن هاني العجيزي الدنيا بلديه المحله. احمد نخله بتهيالي كان مقاولين ولا كان في الاول بلديه؟ لا مقاولين. متهيالي لحق لعب في البلديه. لعب في البلديه. ليه كابتن ياسر رضوان وكابتن كان بلديه المحل. كابتن ياسر رضوان صحيح. بلديه المحل. لا تاريخ وديربي المحله بقى، بس اهم حاجه الغزل يستنى. محمد عماره كان ايه؟ كان برضه يبقى بلديه المحل. بلديه على كابتن ياسر ريان كان منصوره. الاثنين طلعوا من البلديه. ياسر ريان منصوره، ياسر رضوان محله. ياسر رضوان طلعوا على المانيا الاثنين، بالظبط كده، ورجعوا من المانيا على النادي الاهلي. نختم بمنتخب مصر النهارده مره ثانيه، وكنت بسالك عن فرص مصر في ماتش غينيا النهارده، شايف ازاي يعني فرصه ري فيتوريا سريعا؟ يعني شايف ان ري فيتوريا ماشي على الطريق الصحيح طبعا، واخد اغلب السكواد اللي هو اللي طبعا محترفين باللعيبه حتى اللي موجوده في الدوري المصري، اعتقد ان هم كلهم بيمروا بفتره انتفاضه كبيره جدا وبفتره انتعاش مميزه جدا. وشايف ان فريق غينيا فريق مش سهل تماما، عكس ما الناس بتشوف ان لا فريق غير سهل، ده تعبنا جدا هنا في فريق بالظبط كده متعب، والكره اتغيرت اصلا في افريقيا، بقى في كام من الفرق اللي بتلعب الكره على الارض. يا غينيا على فكره طول عمرها مش مصنفه، بس نشوف منتخب غينيا جدا عنده كوره كويسه جدا بالظبط. يعني غينيا اصلا غينيا ومصر 9 نقط، وتسع نقط صراع كبير على الصداره، مواجهه محمد صلاح في مواجهه نبي كيتا. الاثنين هتبقى مباراه كبيره، وان شاء الله هو كده كده فيتوريا اصلا خد كل مباراته من وقت توليه المسؤوليه، فاز بكل المباريات وديه ورسميه، فهتبقى مباراه. كسب بلجيكا راجل كسب بلجيكا فعلا، قدم مباراه كبيره. صحيح صحيح. لا قدم بوادر تجربه نتمنى انها تكون ناجحه مع مستر فيتوريا، مشواره يجبرك على احترامه وعلى دعمه، وتراهن عليه ان شاء الله، وتراهن على منتخب مصر، ونتمنى ليه التوفيق النهارده. مش من فكره ضمان التاهل لامم افريقيا باذن الله متاهلين، لكن الاهم هو استمراريه المكسب واستمراريه عوده القائم على المنتخب المصري. 26 بقى في كاس العالم ان شاء الله، 26 كاس عالم بقى ده ليها كلام كتير جدا باذن الله. بشكركم.